كنا بنتكلم يعني في موضوع تكاليف الزواجات تحديدا، اليوم كيف بتشوفي تكاليف الزواجات وكم يعني بتصل؟ والله للأسف تكاليف الزواج كل ما لها في الازدياد، بالذات في موضوع السوشيال ميديا، وكل حاجة أصبح الناس تبغى تفرج الدنيا عليها. زمان كان بيقتصر على الأهل والأصحاب، الآن بيقتصر على إنه نخلي كل حياتنا بابليك، فبالتالي المصاريف تعدت حتى المليون ريال. يعني صار الموضوع الناس بتتدين، الناس بتحوش كل مصاريفها، بتحرم نفسها من أشياء كتير، وبتحرم أولادها وأهلها بس عشان ليلة كلها 4 ساعات، وكل واحد حيروح في حاله، وممكن كمان فوقها الناس حتتكلم عنهم في الزواج إنه ما عجبهم. صراحة شيء مزعج يعني أستاذة نهى، إنه زي ما ذكرتي 4 ساعات فقط ممكن يندفع فيها مبالغ فلكية، وفي النهاية الناس ما راح يعجبهم شيء، برضو راح يذموا يعني مهما سويتي لهم. ولكن اليوم يعني من ضمن الأسباب اللي أنت ذكرتيها قبل شوي إنه السوشيال ميديا، لو بنتكلم عن النظرة المجتمعية أيضا يعني تجاه الزواج وكيف زواجي راح يكون أو هذا اليوم كيف راح يكون، إيش في أسباب أيضا اليوم خلت هذه التكاليف توصل مليون وهو رقم فلكي مثل ما ذكرتي؟ للأسف أصبحت كمان متطلبات البنات زادت، يعني البنات صارت ما بترضى بالقليل. زمان كانت البنت بتتزوج صغيرة بترضى بالقليل، الآن أصبحت سن الزواج عالي، وبالتالي صارت البنت بتكون متخرجة من الجامعة، متخرجة من ماجستير، من الدكتوراه، تقول لك أنا ما أرضى بأي حاجة وما أرضى بأي شخص، بالرغم إنه تكاليف الزواج والمصاريف مش هي اللي حتثبت هل هذا الإنسان أنا حقدر أعيش معها ولا لا. بتحط الرجل في موقف صعب، بحيث إنه هو ممكن يبطل في الزواج بكبرها بسبب المصاريف. الشاب يجي يتدين عشان يكفي المهر، يكفي تكاليف الزواج، يكفي تكاليف الفرح، يكفي تكاليف طلبات أهل الزوجة، البيت اللي بشروط معينة، وبالتالي بعد ما يدخلوا بيت الزوجية بيصير فيه ستريس وضغط نفسي عالي جدا، وبالتالي هنا تنشأ المشاكل. من أهم أسباب الضغط النفسي اللي يسبب المشاكل هو المادة، المال. لو كان الرجل مضغوط ماديا حيرجع بيته مش مبسوط، مش مرتاح، حيقصر في البيت، بالتالي الزوجة تنتقد ويكون في تقصير، وبالتالي تخلق المشاكل، وهنا حيصير في مشاكل مستمرة، بالذات إذا في صار خيفة، بالذات إذا بيخططوا لأي حاجة ما راح يقدروا يستمتعوا بحياتهم للأسف. وفي بتصير حالات طلاق كتير صارت في الزمن هذا بعد شهر أو شهرين، ليش؟ من الضغط النفسي، وبيكتشفوا إن هم ما يقدروا يتحملوا المسؤولية ويتحملوا التكاليف تبع الزواج.